Hello, my dear junior four students. Today we are going to talk about an amazing animal, which is the Jerboa animal. Okay, and please don't forget to study well all the questions which are existing in our Facebook page and to answer all the uploaded quests. And let's start. أول معلومة عندنا بتقول إن the animal searching for food could mean the fear of being a prey. يعني while the animals are searching for their food, they have a lot of fear of being a prey. عندهم خوف شديد إن هم يبقوا ال prey. يعني وهم عمالين يدوروا على الأكل في نفس ذات اللحظة هم خايفين لحسن يجي predator ويبتدي يفترسوا. That's why all their senses and body systems are working integrally. يعني إيه؟ علشان كده بيبقى الجسم كله شغال as a teamwork, okay؟ هو بيدور اه صحيح بس بقية السنسز بتاعت الانيمال بتبقى مركزة جدا 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 لحسن يجي predator ويفترسها for an effective adaptation to the environment so they can survive. Jumping Jerboa. This is the animal of today. Jumping Jerboa او Egyptian Jerboa. The Egyptian Jerboa is a species of desert rodents. يعني ايه rodents؟ الرودنتس اللي هم القوارض شبه الفيران زي ما انتم شايفين هو شكله شبه الايه الفار جدا لو جم قالوا لنا put right or wrong the Egyptian Jerboa is species of desert reptiles اللي هي الزواحف هل دي صح لا نفتكر ان الريبتايل زي الكاميليون ها لكن هنا الرودنتس شبه ايه الجربوا it's a tiny animal زي ما انتم شايفين هو tiny هو صغير مش كبير with very large ears واحنا ممكن نعمل observation ان هو فعلا it has a very large ears small eyes and long hind legs long hind legs وكلمة hind back يعني رجله اللي ورا طويلة زي ما انتم شايفين يبقى من الصورة نقدر نتخيل شكله هو اصلا this is a kind of desert rodents okay بيعيش طبعا في الديزرت ومن الرودنتس القوارض وهو تايني انيمال زي ما انتم شايفين هو حيوان صغير عنده لارج اير عنده سمول ايز عنده a very long hind legs اوكي طيب ازاي الانيمال ده الايجيبشن جربوة بيعمل ادابتيشن للانفايرمنت بتاعه The Egyptian Jerboa has long hind leg. أول حاجة ناخد بالنا منها إن الـ Egyptian Jerboa عنده إيه؟ عنده long hind leg. رجله اللي ورا طويلة جدا جدا بالرغم إن هو كله إيه؟ It's a very tiny animal. بس رجله مميزة جدا بالطول. طيب ليه هو عنده long hind leg؟ To help it jump long distance. بيعمل إيه؟ بيعمل jumping للong distance. دايما الإيجيبشن جربوة وهو بينط نتيجة رجله الطويلة دي بتساعده إن هو يعمل jumping for long distance. يبتدي ينط من مكان لمكان أبعد بسهولة جدا نتيجة وجود الإيه؟ long hind legs. نحفظ مع بعض. long hind legs واللونج hind legs دي بتعمل helping للجربوة to jump for a long distances. إيه كمان؟ The feet and the toes of the Jerboa have hair. كمان الفيت ورجل القدم بتاع الجربوة بيبقى مليان إيه؟ بيبقى مليان هير. ليه؟ طب إيه أزمة الهير؟ الهير دي بتخلي إن ملمس جلده يبقى خشن مش ناعم. طب وده ليه؟ عشان لما يجي الجربوة يبتدي يعمل هاي جمب يبتدي يعمل نطة كبيرة اوكي وينزل على الديزرت والديزرت بتبقى إلى حد ما سليبري يعني إيه سليبري يعني بتزحلق فخشونة بتاعت خشونة رجله نتيجة لوجود الشعر فيها بتخليه ينزل واقف ما يقعش يبقى تاني the feet and the toes of the جربوة have hair ليه؟ to help it to catch sand أول ما يعمل جمب ويبتدي يقف على الديزرت، الديزرت سليبري، اللي تخيلوا الرملة بتاعت الصحراء قد إيه هي إيه ممكن تزحلقه وهو بيعمل جمب كبيرة، أوكي؟ عشان كده الهير الموجودة في اللجز وكمان في التوز بتخليه ينزل واقف، أوكي؟ ليه؟ لأنها بتعمل نوع من أنواع الخشونة، فبتسهل عليه إنه يعمل كاتشنج للساند when it jumps. Also, it hops in zigzag paths to be able to run away
quickly from danger. دايما لما بيجي يهرب او يجري الجربوة ده عنده حاجة بتميزه قوي، انه مش بيمشي in straight ways او in straight paths، دايما يمشي في شكل ايه؟ زيجزاج. ليه؟ عشان يربك البريدتور اللي وراه، ما يبقاش عارف يحدد مكانه، اوكي، ومش عارف يمشي في طريق مستقيم لانه عمال يجي من يمين لشمال يمين لشمال يمين لشمال، فده بيصعب المشن على البريدتور او الحيوان اللي بيهاجمه. تمام، يبقى لغايه دلوقتي خدنا 3 kind of adaptation عند الايجيبشن جربوه. اول حاجه ان هو عنده long hind leg، يعني ايه long hind leg؟ رجل طويله جدا جدا جدا، ودي بتساعده انه يعمل jumping for long distance. اوكي، ايه كمان؟ قلنا ان الفيت والتوز اوف ذا جربوا ار كفرد ويز هير، وخدوا بالكم عشان بنلخبط قوي في البوت رايت رونج، مش ويز فيذرز، اوكي، اكيد ويز هير. ليه؟ تو هيلب ات to catch sand when it jumps، ينزل واقف وهو ايه على الساند، اوكي. وغير ان هو وهو بيعمل هوبينج او بيبتدي يهرب من بيعمل ران اواي من الدينجر، بيبتدي يتحرك في زجزاج باسز. يعني ايه زجزاج؟ يعني مش خط مستقيم، وده بيربك الخصم اللي وراه. تمام، اجربوها زي ما احنا شايفين لارج اير، سو دي كان هير تو سنيكس ايفن if they are small، حتى لو السنيكس دي صغيره وصوتها طبعا صغير بيقدر يسمع اصواتهم ويميز اماكنهم كويس قوي. تمام، يبقى ايه هي الادابتيشن اوف ذا جربوا؟ عنده لونج هايند ليجز تو هيلب ات تو جامب لونج ديستانس، عنده هير على الفيت والتوز بتاعته عشان يعمل هيلب ات تو كاتش ساند وين ات جامبس، لما بيجي يبتدي يعمل هوبينج او يبتدي يعمل ران اواي بيعملها ان زجزاج باس. عايز اسالكم سؤال في الحته دي، لما بيعمل بيمشي في الزجزاج باس، تفتكروا اللي بيعمله ده او الحركه اللي بيعمله ده تبع الاستراكشرال ولا بيهيفيرال ادابتيشن؟ نفكر مع بعض. دي حركه بيعملها انه بيمشي ان زجزاج باس، هل تبقى ليها اي ريليشن بالاستراكشرال ادابتيشن؟ اكيد لا، دي حاجه بيهيفيرال، دي حاجه اكشن هو بياخده بمزاجه، مش حاجه جوه جسمه. انما طبعا انه عنده لونج هايند ليج ده طبعا ستراكشرال، انه عنده هير على الفيت والتوز بتاعته طبعا ده ستراكشرال، انه عنده لارج ايرز طبعا ده ستراكشرال. انما حته انه بيعمل زجزاج باس while it's running away quickly from danger، دي ايه؟ دي اكيد behavioral adaptation. واللارج ايرز بتساعده ان هو يسمع صوت السنيكس حتى لو السنيكس دي كانت اصغر ما يمكن. طيب، how all parts of the body of the jerboa work together to avoid danger when snakes make noise as they approach a jerboa؟ اول ما دلوقتي الجربوه بتاعنا بدا يحس او يستشعر بصوت الايه السنيكس السنيكس حواليه او في سنيك جاي يهاجمه، بيبتدي يتصرف ازاي او البروسيس معاه تمشي ازاي؟ اول حاجه احنا قلنا ان هو عنده لارج ايرز عشان يقدر يسمع اصوات السنيكس حتى لو السنيك ده ايه كان صغير. يبقى the sensory receptors of the ears، احنا قلنا الايرز وكل السنسوري اورجن فيها سنسوري ريسبتورز عشان تجمع الداتا، دي هيئه كده لتجميع الداتا من العالم اللي حوالينا. فالسنسوري ريسبتورز اوف ذا ايرز اوف جربوا بتعمل ايه؟ بتسند ا مسج، بتبعت مسج ثرو ا نتورك اوف نيرفز تو ذا برين، تبتدي تبعت مسج للبرين على طول عن طريق النيرفز اللي ربطناها، عن طريق النيرفز اللي رابط ما بينها على طول والبرين. احنا قلنا السنسري اورجان في واسطة ما بينها وما بين البرينز، اوكي، عايزة توصل للبرين على طول، لان دلوقتي زي ما انتوا شايفين الجربوة دلوقتي في خطر، في سنيك بيهاجمه، فهو محتاج رد سريع وبروسيسنج سريع وتصرف سريع من مين؟ من البرين. يبقى تاني، the sensory receptors of the ear of the ears of جربوة send a message through a network of nerves to the brain. خلاص، وبعدين then the brain بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ translation او بيعمل processing، يبتدي بقى ايه يفهم بقى اللي حصل ويبتدي ياخد القرار، يعمل processing او translate this message and responds by alerting its leg to start a moving، ويبتدي بقى ايه ياخد القرار ان انت لازم دلوقتي تعمل moving من المكان بتاعك. يعني انت سمعت ما تقفش، لا لازم تاخد قرارك ان انت تبتدي تليف المنطقة اللي انت فيها. تمام، هيبعت ايه؟ يبتدي يبعت مسج لمين؟ مين اللي هيساعده ان هو يمشي؟ مين اللونج هايند ليجز؟
هيبتدي صح بالزبط يبعت المسج للونج هايند لجز to start moving. The strong hopping legs of جربوة start to jump away. وتبتدي الرجلين تسمع كلام البرين وتبتدي تبعد من الدنجر في أي شكل؟ In zigzag pass. وقلنا ده behavioral adaptation من الجربوة. يبقى again السنسوري ريسبتورز اللي موجودة جوه الإيرز بدأت إيه؟ تستشعر الخطر، بدأت تسمع صوت سنيك، تعمل إيه سنسوري ريسبتورز؟ ابعت المسج على طول لمين؟ للبرين عن طريق النيرفز اللي واصل ما بيننا وما بين بعض على طول. يوم البرين إيه؟ يبتدي يعمل ترانسليشن للمسج ويبتدي يشتغل عليها. طب نعمل إيه أنا الديسيجن ميكر هنا؟ يبعت مسج على طول لللجز الهايند لجز تقول له يقول لها يلا بسرعه ابتدي اهربي انت في خطر، فتقوم اللاجز سمع الكلام ويبتدي الجربوة يهرب من السنيك. طيب these explanation show that what helped الجربوة to survive are. طب ايه بقى اللي خلى الجربوة انها تعيش؟ تعالوا نشوف. The way it sense work اللي هي sharp hearing, the structure of its adaptive body اللي هي strong hopping hind legs, and the طبعا integration of all the previous with its nervous system. ايه اللي بيعمل adaptation بالطريقة الهائلة دي في جربوة؟ اول حاجة ان هو عنده sharp hearing، ان ودنه بالreceptors اللي فيها بدأت تستشعر الخطر، وبعدين بعتتها للبرين اللي هو nervous system، وبعدين البرين بعتها لمين؟ للstrong hopping hind legs. اوكي، لان دي حاجه ايه؟ adaptive، ده structural adaptation عنده، ربنا خلقه له ده structural adaptation. يبقى التيم ورك اللي حصل ما بين الثلاثه دول ده اللي خلى او ده اللي ساعد انه ينقذ الجربوه من السنيك. يبقى in the above example the whole response process of the jerboa running away from danger occurs in less than one second. تخيلوا ان القصة والستوري والمسلسل اللي بيحصل ده كله بياخد اقل من ثانية. يبقى occurs in less than one second. The time taken by جربوة to react to danger is known as reaction time. والtime ده اللي بيتاخد اللي هو من الreceptors, sensory receptors in the ear to the brain ومن البرين to the hopping hind legs، كل ده بياخد أقل من إيه؟ من ثانية. وبنسمي الوقت ده اسمه إيه؟ reaction time. مهم قوي نعرف reaction time ده الوقت اللي بيبتدي بيه الإشارات توصل من sensory receptors to the brain ومن البرين لفين؟ للhopping legs، ودي بنسميها reaction time. طب إيه هي reaction time؟ it's the time taken by the body of an organism. هل ده بس في حالة الجربوة؟ لا، ده في كل الأكشنز اللي بناخدها في حياتنا. it is the time taken by the body of an organism to react to different stimuli around it. بيحصل امتى؟ لما بنبتدي نتفاعل مع اللي بيحصل حوالينا، لما السنسوري ريسبتورز بتبتدي تطلع ايه؟ مسجات للبرين. الوقت اللي بيتاخد ده اسمه رياكشن تايم، وبيبقى قد ايه وقته؟ اقل من الثانيه، لان لازم طبعا البرين كل المسجات دي توصل ما بينها وما بين البارتس اوف ذا بودي بسرعه جدا جدا في اقل من ثانيه عشان تحفظ سلامه الليفنج اورجانيزم. And at this point we finish the lesson of today. This was Mrs. Mira. Thank you and see you soon.